الحجازي والحلبي. السؤال الموجه لكم اثنينكم، قال تعالى وإلى ربك فارغب، لماذا لم يقل فارغب إلى ربك؟ الجر والمجرور يقدم، وهنا لرعاية الفاصلة، لأن فارغب تقابل أن تنصب، ولو قال فارغب إلى ربك ضاعت الفاصلة. والجر والمجرور يفيد القصد. أحسب حذف السورة في كل آية. الجر والمجرور تقديمه لإفادة القصر والاهتمام بالمقدم وتشويقا للمؤخر. شكرا.